أهلا بكم. قبل الدخول بتفاصيل الحلقة، حلقة اليوم من برنامج دينار، نتقدم بأحر التعازي إلى النخبة الاقتصادية العراقية بالرحيل رجل الأعمال العراقي السيد عبد الله عضيس الجبوري لهذا اليوم، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. نسأل الله العلي القدير أن يكفينا شر البلاء وهذا الوباء. ننتقل الآن إلى تفاصيل الحلقة. نبتهج كثيرا عند سماعنا أن الجهات التنفيذية أو الرقابية قد أصدرت قوانين وقرارات من شأنها أن تحمي منتجاتنا الوطنية ومستهلكينا، ولم تعظ أكثر حينما نجد أن هذه القوانين والقرارات غير سارية المفعول عمليا، وهذا ما يتطلب إعادة النظر بآليات التنفيذ والمتابعة. التفاصيل بعد أن نتابع هذا التقرير. يشهد إنتاج الدواجن وبيض المائدة في كربلاء المقدسة طفرة نوعية لسد الحاجة المحلية للأسواق، ورغم ذلك فإن الاستيراد الخارجي ما زال مستمراً، ما تسبب بغلق 75% من المشاريع الوطنية. الإنتاج عندنا حوالي 90% يسد حاجة محافظة كربلاء 90%، وحالياً قاعد نصدر من عندنا لبغداد. الآن اللي تعمل فقط 25% من مشاريعنا، 75% من مشاريعنا عطلت بسبب دخول الدواجن من اقليم كردستان. ضعف الدعم الحكومي لمربي الدواجن في الاونه الاخيره ودخول المستورد كمنافس للمنتج المحلي سيؤدي الى فقدان الثروه الحيوانيه قدرتها على تغطيه السوق، ما لم تتخذ الجهات المعنيه اجراءات سريعه لتقليل الاضرار عليهم. مع الأسف بعض ضعفاء النفوس عنده دواجن هنا ما يستخدمه، يأخذ سيارته لبغداد أو المنطقة الأخرى، يحمل على أنه مدخله بطرق نيسمية ويدخله قسم البيطرة اللي ب 15 أو 10,000 وينطي كتاب ويدخله لمحافظة كربلاء بأنه هو مشتري من الدواجن الأخرى، وكل واحد خسر له بالمئة مليون وقعد حقله، يعني الحقل مالته قعد. زين منين يجيب بعد؟ على الرغم من اقتراب مربي الدواجن من سد الحاجة المحلية للسوق، إلا أن الاستيراد الخارجي ألحق بهم خسائر مادية كبيرة، ما دفعهم إلى المطالبة الحكومة المركزية بمنع الاستيراد ودعمهم لحماية المنتج المحلي. من كربلاء المقدسة، حسن المحلى، العراقية الإخبارية. أما ضيوف حلقة اليوم من برنامج دينار لهذا اليوم فهم: أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام. أبدأ مع ضيفي في الاستوديو عضو جمعية الدواجن العراقية السيد حيدر فرج. مرحبا بك أستاذ حيدر. أهلا وسهلا أستاذ حيدر، تسمعني؟ أسمعك. أهلا وسهلا بك. تمام. رغم القوانين والقرارات التي صدرت سواء من الجهات التنفيذية أو الجهات التشريعية والخاصة بحماية المنتج الوطني، لا سيما منتجات اللحوم من الدجاج وبيض المائدة،
لكن لحد اللحظة هذه القوانين والقرارات لم تترجم بشكل دقيق ومهني ووطني على أرض الواقع. السلام عليكم على المشاهدين العراقية الكرام. نعزي شعبنا الكريم بذكرى استشهاد أبو الأحرار وأخيه أبو الفضل العباس وأصحابه الأطهار، وكذلك نعزي آلة الأخ والصديق رجل الأعمال عبد الله عويز. طبعا صدرت قرارات، وهذه القرارات كفيلة بحماية المنتج المحلي وخاصة منتج البيض والدجاج. منتج البيض احنا عانينا سنوات طويلة من الخسائر، لكن الحمد لله تمكننا من الصمود وتشغيل مشاريعنا، واليوم مشاريعنا دخلت في الخدمة والإنتاج وغطينا عبرنا 90%، وإن شاء الله من ناس سنة راح يكون عندنا فائض بالإنتاج، وعندنا اليوم تفرح من تلقى كل المشاريع العراقية باشرت بالعمل، وهناك وفرة كبيرة بالإنتاج، والدليل المشكلة اللي صارت بالعالم قدرنا نصمد ونحقق الأمن الغذائي للبلد. زين. لكن المشكلة تبقى التخريب والتركيك والمؤامرات المستمرة لتخريب هذه القرارات. بصراحة عندنا قطاع فروج اللحم لم ينهض لهذه الساعة بسبب الفساد، بسبب التهريب، بسبب عدم تطبيق القرارات من وزارة المالية، من الجمارك العامة، حيث قامت بالتلاعب بالتثمين الجمركي. بعد ما صدر القرار كان التثمين الجمركي للفروج هو $1.80. صدرت حماية المنتج، وزارة الصناعة مشكورة، 3 سنوات دراسة موضوع فروج اللحم، انطت قرار بوضع تثمين جمركي 100% على قطاع الفروج لغرض حماية المشاريع وتشغيل المشاريع العراقية. هناك تلاعب، نزلوا نسبة الحماية من 100% إلى 60%، قبلنا بها. بالواقع جتي الأرض الواقع، كان وزير المالية من أخواننا من سياسيين كردستان، بصراحة قاموا بالتلاعب بالتثمين الجمركي، خفض التثمين الجمركي للدجاج من $1.80 إلى 60 سنت، بحيث فرغ القرار الحماية من محتوى. زين. وطبعا سبب انه مشكلة كبيرة. إضافة إلى هاي الموضوع هو موضوع التهريب المستمر، موضوع الغش الصناعي اللي بدأوا يحاولون الدواجن المهربة بأكياس دجاج عراقية ومليانة السوق لحد الآن، وهذا سبب أنه بصراحة قطاع اللحم 5 إلى 10% يعاني من مشكلة كبيرة. لكنه إيش قد نسبة الدجاج المهرب اللي جاي يدخل إلى بغداد وبقية المحافظات أستاذ حيدر؟ والله نسبة كبيرة، يعني إحنا بصراحة متى ما وقف من, 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 من القيمة الكلية المتواجدة في السوق كم نسبة الدجاج المهربة الداخل؟ 80% تقريبا. 80% حاليا المهرب. 80% المهرب. المشكلة إحنا إذا ما يتوقف التهريب، إذا ما ننحمي بصورة صحيحة، ما نقدر نعمل قطع اللحم، لأنه بصراحة أنت اليوم تلعب بالنار. اليوم أنت مشروع مكلف، وتجي يصير عندك دواجن وما تقدر تسوقها، وفعلا هسه عندنا كميات كبيره من الدجاج موجود مخزون بالمخازن، لا نستطيع تسويقه. هاي وحده. رغم كل خليني استاذ حيدر انتقل الى ضيف الاخر وارحب به مره اخرى، السيد علي الميالي نائب محافظه كربلاء المقدسه. مرحبا استاذ علي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، عظم لكم الاجر في مصاب الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه، ونعزي الشعب العراقي بالخبر الأخ عبد الله عويز اللي قدم للبلد ما قدم، وهو يعتبر ضمن برنامجنا اليوم هو من الطاقة المحلية اللي فقدناها. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا جزيلا أستاذ علي. يعني نسبة الدجاج المهرب الداخل لأسواق بغداد أكثر من 80%، ماذا عن كربلاء المقدسة؟ أحسنت. يعني يوجد في كربلاء ما يقارب 200 مشروع من الدواجن بطاقة إنتاجية تقدر ب10 ملايين سنويا، ولكن للأسف ما يعمل منها 25% و75 من هذه المشاريع عطلت. نرجع يعني احنا راح نشوف الأسباب، مثل ما تفضل الأخ الضيف اللي يمك، شنو الأسباب؟ منح مالية وقروض ومبادرات زراعية من الحكومة الاتحادية موجودة،
وكانت الغاية منها زيادة الإنتاج المحلي والقضاء على البطالة، ولكن أصبحت عبء على المقترض الذي لا يستطيع تغطية نفقات الإنتاج، كيف يستطيع تسديد ما بذمته؟ إذا هي أهم حلقة في صناعة الدواجن، أنا راح أنطي صاحب الدواجن وأنطي تفقيس وعمر اللي يعني نعرف إحنا الدواجن، أكو عمر 30-45 اللحم الفروج، يعني دنتابعها من زمن 2003-2004 كانت بسبب الغاز وبعدين اتطورت، ولكن للأسف حتى إقليم كردستان اللي يهرب من عند الدواجن أيضا عطلت المشاريع الدواجن في إقليم كردستان بسبب متنفذين يدخلون عن طريق المنافذ، وخاصة المنفذ خليل الصور إبراهيم الخليل. الصور أن هذا المنفذ هو آفة للتهريب الدواجن. نحتاج إلى أنه معرفة كيفية عمل الآلة اللي تشتغل بها مشاريع الدواجن. اليوم عندنا أكثر من 200 مشروع، كيفية العمل والإنتاج بها ورفع طاقتها وحمايتها. هناك بيطرة وهناك رقابة منظمة الاقتصادية وأيضا هناك سيطرات خارجية. ما معقولة أنا صاحب المفقس يعمل على أنه يفقص 4000 إلى 5000 ولا في ليلة وضحاها يدخل 300 عجلة من بغداد عن طريق الشمال وإقليم كردستان وتدخل، وإذا حقل الدواجن يتحول إلى ليلة وضحاها عمرها 30-40. ما معقولة هذا الرجل يتعب من أول يوم لثاني يوم يربي ويفقس، وإذا يوصل لمرحلة 45 يوم وإذا يدخل التهريب وينباع ما نعرف منين ما يجي هذا، ما يعرف أنه هل بفلاونزا الطيور، هل أنه هذا الرقابة يخضع للسيطرة النوعية، هل أن البيطرة تمام. أستاذ علي واضحة هاي الأمور، هاي التفاصيل كلها واضحة أستاذ علي، لكن أبدأ أعرف نسبة الدجاج المستورد في محافظة كربلاء المقدسة من القيمة الكلية للدجاج الموجود في الأسواق. يعني اسمح لي، احنا عندنا اكثر من 200 مشروع. اتحدث عن الدجاج المهرب استاذ علي، يعملون وخمسة اتحدث عن الدجاج المهرب اللي يدخل الى محافظه بلي. كربلاء انا اقول لك يعني عندي 25 بلي اكثر من 75% حاليا، 50% مهرب و25% يعمل اصحاب المشاريع و25% عطلت المشاريع اللي موجوده عندنا في دواجن كربلاء. تمام استاذ حيدر، اذا ما جاي يتم عمليه السيطره على الدجاج المهرب ما بين المحافظات العراقيه، هل بالامكان السيطره على وفق طريقه كل محافظه؟ يعني مثلا محافظه كربلاء المقدسه تمنع دخول الدجاج القادم من اقليم كردستان على سبيل المثال، وكذلك بغداد او بقيه ما بين محافظه واخرى، لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي ما بين او لكل محافظه. طبعا هي الطريق احنا تكلمنا اكثر من مره، قلنا المحافظات لم تحرك ساكنه الموضوع حمايه المنتج، كل المحافظات العراقيه على الاطلاق قرارات صادره وهي لمصلحه المحافظه. انت اليوم عندك محافظه واسط قبل 4 سنوات كانت نسبه بيض الماده 10%، اليوم وصلت 140% خلال سنتين. خلي يسمعون اللي يشككون بالمنتج المحلي اللي يقول لك المواطن العراقي راح يجوع، يابا اليوم واصل خلال سنتين 150% وصل انتاجها. زين. محافظة البصرة لأول مرة بتاريخ العراق يصل الانتاج بها 30-40% وتصاعد. اليوم عندنا مشاريع عملاقة وحديثة والأولى بالشرق الأوسط كلها دا تنبني. وطبعا سنة سنتين يصل عندنا حتى باب التصدير. التشكيك ما نريده. اليوم احنا العراق بتاريخ العراق ما وصل للاكتفاء الذاتي بموضوع الحنطة والشعير وموضوع كثير من المنتجات الزراعية. المشكلة محافظاتنا محافظين، أنت كل محافظ هو رئيس دولة مصغرة بالحكومة الاتحادية والقانون والدستور العراقي، المفروض تحمي محافظتك. عندك مشاريع متوقفة، تشوف هاي المشاريع المتوقفة يا أخي لا تستهينون. اليوم احنا السيد رئيس وزراء، اليوم الكرة ملعبكم، اليوم أنت راعي الإصلاح، اليوم إذا تدور على إصلاح عندك مليون فرصة عمل جاهزة وقطاع دواجن، مليون فرصة جاهزة. ما نطلب منكم لا دعم كل شيء مريد، بس نريد تحت تطبيق القوانين العراقية، احترام القوانين العراقية من عدة جهات، من الدفاع، من الداخلية، من الـ 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 أكو مشاكل القضاء. الدفاع والداخلية أستاذ حيدر؟ طبعا الداخلية ماسكة، طبعا احنا الجهة الوحيدة اللي تشتغل الأمانة هي دائرة الجريمة المنظمة. أستاذ حيدر بدي أسألك على قضية معينة،
وزارة الدفاع تصرفت تصرف جيد وتعاقدت مع شركات عراقية من أجل تزويدها. من المفترض أن تكون منتجات عراقية من بيض المائدة والدجاج، لكن بعض الشركات العراقية حسب ما وصلني تلاعبت مع وزارة الدفاع وباتت تجهز وزارة الدفاع بمنتجات مهربة أيضا، على اعتبار أن هذه المنتجات هي منتجات وطنية. أحكي لي بكل صراحة أستاذ هيدر. لا، اللي صار إحنا تحدثنا وباركنا الخطوة اللي قام بها السيد وزير الدفاع ووزير التجارة، لكن بصراحة وبدت المشاريع العراقية تجهز الوزارة، لكن بصراحة خلال هالشهرين أنه الوحدات العسكرية أنه القادة بالجيش العراقي بصراحة رفضوا واستلام المنتجات المحلية، وأكو بديل للمحلي هو المستورد، ماكو بديل. فبصراحة احنا المفروض وزير الدفاع الأخ رجال وطني، احنا ما نشك فيه، هو داعم للاقتصاد. استاذ حيدر جاوبني على سؤال. طبعا جاوبني على سؤال، الشركات العراقية اللي تعاقدت مع وزارة الدفاع، وزارة الدفاع توجهها وطني وصادق مع الشركات العراقية، لكن بعض الشركات العراقية اللي تعاقدت مع وزارة الدفاع لم تجهز وزارة الدفاع بمنتجات وطنية، بل أخذت تستورد أو تهرب أو تدخل مواد مهربة وتزود بها وزارة الدفاع على اعتبار أن هذه المنتجات هي منتجات وطنية. جاوبني على السؤال أستاذ حيدر، واقع حال موجود لو لا؟ أمانة والشركات أعتقد أنت تعرفهم قريبا. أمانة أنا هاي ما عندي معلومة، بس المعلومة أنه الوحدات العسكرية رفضت، والوحدة العسكرية بأمرها، يعني مو بكيف. إذن ضباط، أنتم ضباط والجيش قادة، أنتم أقسمتوا أن تحمون أمن هالبلد. الأمن الاقتصادي هو موازي لأمن البلد. يعني أنت اليوم إحنا جينا هسه شفنا إخوان المتظاهرين على الأرصفة، الله شاهد هسه نايمين على الأرصفة بهالأجواء، هذا يدورون فرصة عمل. وإحنا اليوم عندنا في قطاع الدواجن، قطاع اللحم حصرا، عندنا مليون فرصة عمل، لكن أكو تضليل. اليوم غرفة تجارة بغداد مع الأسف بالخصوص تقود فد موضوع وعتفة حراك قوي لرفع قرارات حماية فروج اللحم. احنا نريد نقدم فد نرفع قسم من التضليل، هذا كتاب من وزارة التخطيط ووزارة الصناعة. شو يقول الكتاب؟ هذا الكتاب يبين انه العراق خلال 5 سنوات استورد ما يقارب 700,000 طن من منتوج دجاج اللحم. كتاب رسمي، وأقدر أعطيكم، وأقدر الوزارة تتصل وتأخذه. 700,000 طن خلال 5 سنوات. مقابل كم من المال؟ لا، إحنا نحكي على الكمية. إحنا بالعراق هذا نقدر نجهزه بسنة واحدة. زين. من يجون يضللون، والسيد أنا عاتب السيد وكيل وزارة التخطيط دكتور ماهر، هو اللي عاوننا كان بوزارة المالية موضوع التعرفة الجمركية، عادة تعرفه، والآن هو في وزارة التخطيط والتقينا به أكثر من مرة وكان نفسه ويانا. بس موضوع أنه التضليل، أنه دجاج اللحم لا يسد 20% وراح يصير مشكلة بالبلد. أولا قرار المنع هو للمقطعات فقط. اليوم إحنا استهلاك البلد للمقطعات تقريب 70%، وهو مسموح ما مسدود. الدجاج الكامل 30%. إحنا عندنا إمكانية نغطي 80-90%، فهذا تضليل. اليوم انتم عندكم حراك يا تجار العراق، انظروا لهاي الشباب وشاباتنا المهندسات الخريجات، والله لو اكو غيره عندكم واقفات على الارصفه وموجوده، وطلعوا شوفوا المتظاهرين يدورون فرصه عمل، واحنا نروح نستورد مواد. ليش ما تسوون مشاريع وتشغلون ولدكم واخوانكم؟ ليش؟ كافي، احنا وصلنا الى طريق مسدود بهالبلد الفساد. يعني احنا صارنا 4 سنوات 5 قرارات لم تطبق ابدا. تمام استاذ حيدر، دعني انتقل لاستاذ علي. استاذ علي، يعني شنو فائده القرار اللي يصدر وما يطبق؟ شنو فائده القانون اللي يصدر وايضا لا يطبق؟ ما الداعي منه؟ احسنت. شوف، احكوا معوقات كثيره لمنع هذا القرار. على سبيل المثال، احنا اللي نطبق اليوم، كانت عندنا حملة لأكثر من 10 حقول للدواجن لمعرفة هل هذه الحقول هي تعمل حقيقة أو أنه مخازن فقط لتهريب الدجاج أو بعض الأفراخ الدجاج
أعتقد أن الجريمة المنظمة اليوم هي تابعة لوزارة الداخلية، عندما تكون في كرفانات وسيارة أو اثنين ومحتار في تطبيق قضية الغاز مالته، أنا أعتقد هذا خلل بالمنظومة كدولة، وخلل أنا أدعمه مرة اثنين ثلاثة، بس عنده 200 مشروع يريد يراقب، يريد يشوف الصحيح من الكذب. عندك البيطرة شلون دعمها من الزراعة، شنو دعمها، شنو سياراتها. أنا أكثر شيء عندنا إحنا رئيس لجنة الأمراض المشتركة ندعم البيطرة بإمكانيات بسيطة، لكل شخص رقابي يجب أن تكون هناك قوة لتطبيق القرار. الجريمة المنظمة عندنا رجال شجعان وأقوياء، وما عندما نكلفهم بهيج قضية يتحركون، بس المعوقات اللوجستية الفنية اللي هي خلل بنفس الوزارة هي اللي تمنعه. والله هو الرجل موجود، وقلة الإمكانيات اللي هي البشرية إضافة إلى الأمور الفنية تمنع من تطبيق القرار. في كربلاء عندنا لجنة مخصصة من السيد المحافظ لمتابعة مشاريع الدواجن وتطبيق القرارات الحكومية. اليوم في ظل حكومة كربلاء نحن نسيطر على قضية المشاريع ومتابعها، وهناك لجنة من الإخوان هم، لكن ما مسيطرين أستاذ علي، ما مسيطرين أنتم على دخول الدجاج المستورد للمحافظة، الدجاج المهرب عفوا. أنا بسمح لي، أنا راح أنا أقول لك في كربلاء، أنا اسمح لي أنا نقطة، شلون أنا ما مسيطر؟ إذا يجيني ب10,000 وياخذ له وصول من البيطرة من المسيب، لو يجيني من بغداد، لو يجيني هو هاي حكومة لو مو حكومة، تحاسبني ككربلاء؟ أنا ما أنطي، عندي بالسيطرة رقابة صحية، سيطرة نوعية، وعندي جريمة، وعندي جريمة المنظمة وكلها موجود، بس هو الطرق النسمية اللي يدخلها وينطيها هم من الدولة، ينطي وصل ب10,000 من البيطرة ويدخله على أنه منتوج محلي، أنا جايبه من الحقول من الديوانية. أنت لا تدخل أستاذ علي، أنت لا تدخل، أنت كمحافظة تدخل الكربلاء، أنا سلطتك الخاصة أستاذ علي، كمحافظة لكم سلطتكم الخاصة. أنا شلون ما اسمح لي أبو الحقول يقول لك أنا عند هذا، اسمح لي هذا حق لي، يقول لك بالديوانية، أنا حق لي ببغداد، وهاي محافظة ما تمنعني، يا قانون اللي يمنعني أنه أدخل الدواجن من بغداد لكربلاء، انطي لي قانون من حقه يقيم دعوة علي إذا دخله. زين هو إذا تزوير يجيب لي أو أبو 10,000 يشتري من بعض ضعفاء النفوس اللي موجودين ببعض الرقابات الصحية اللي موجودة. تمام أستاذ علي، نكمل التفاصيل، نكمل التفاصيل بعد أن نتابع موجزا لأهم الأخبار الاقتصادية. هذا البرنامج برعاية مجموعة شركات المهندس عبد الله عويز الجبوري، الأولى في تنفيذ الأبنية النمطية بالبناء الجاهز، مدارس، مجمعات سكنية، مستشفيات. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أعد إلى ضيوفي من بغداد عضو جمعية الدواجن العراقية السيد حيدر فرج، ومن محافظة كربلاء المقدسة عبر الأقمار الصناعي نائب محافظة كربلاء المقدسة السيد علي الميالي. أستاذ علي، يعني كمحافظة يعني تفتقرون إلى سلطة أو قانون أو قرارات معينة من أجلها أن تحمي المنتجات المحلية لمحافظة كربلاء المقدسة؟ أخي العزيز، يعني احنا نحتاج تعاون من الجهات الحكومية اللي موجودة. أنا شلون أطبق القرار إذا ماكو عندي تعاون من الرقابة الصحية؟ شلون أطبق القرار إذا يجيني من منفذ الإقليم
يجينا على انه باكياس انتاج محلي ويجيني مهرب عن طريق الاقليم وخصوصا منفذ ابراهيم. التجار المتنفذين يعني معقول احنا ما نقدر ما نعرف المتنفذين واللي دا يتلاعبون بمصالح الناس؟ يعني 300 سياره يوميه تدخل لي من المنافذ الاقليم كردستان ما مسيطر عليها من الحكومه المركزيه. وين القوه؟ وين الرقابه؟ وين القوات الامنيه اللي تمنع هكذا تهريب؟ انا يجيني 300، انا كل قانون هاي صار نقاش عندنا بعض الاخوان اهل الدواجن يقول لك انت شلون تمنعني؟ ماكو قانون تمنعني ما تدخل السياره وانا عندي حقول دواجن موجود بالحله وموجود بالديوانيه وموجود بالكوت، انت ما تمنعني، انا ابيع بكربلاء، هاي مدينتي، هذا انا بالعراق العظيم اللي موجود. بس انا دا اكد على قضيه التهريب اللي يجيني من اقليم كردستان، يجيني البيض المهرب عن طريق كردستان، الدجاج المجمد عن طريق البيض المائدة المهرب عن طريق اقليم كردستان، يا بشنو ما نقدر نسيطر؟ ما معقولة. وانا مسؤول عن الكلام اللي يتكلم هذا اللي يجي يوميا 300 سيارة تجينا، وحتى جماعة المشاريع الدواجن في اقليم كردستان هم متضررين من هم متوقفة. المعلومات اللي عندنا من التجار اللي يدخلون واللي يشترون ذمن بعض الفاسدين، لابد من الحكومة المركزية ان تسيطر على المنافذ وبقوة لتمنع التهريب. انا اسيطر، بس من تدخل لي بالخفية من طريق الميسمية يجيني فد 20,000 و30,000 وتوزعت بالمخازن. اليوم احنا حجرناها، اليوم عندنا تقريبا 4,000 وعرفناها مشتريها من شخص ثاني، واليوم راح ترفع لازم للقضاء. بكره عندنا اجتماع مع المنظمه الجريمه المنظمه والدكتور وسام مدير البيطره والاخوان اللي موجودين في اللجنه في محافظه، وراح نرفع بمحضر ونرفع للسيد القاضي، لازم يجينا قرار من السيد القاضي. هذا الروتين يعني انا ال 4,000 اذا يجيب لي ادله ويقول لك انا مدخلها من دواجن، يجوز انا ابتلي بها ال 4,000. تدري ما يحمي اذا ما عندنا قوه حقيقيه موجوده من الرقابه الصحيه بكل المحافظات والسيطره النوعيه والبيطره والجريمه المنظمه والجمارك. ذاك الوقت احنا مسيطرين وعندنا اكثر من 200 مشروع مثل ما تفضل ضيفك الكريم، نسد الحاجه ونصدر همين للريد. تمام استاذ علي، خلينا ننتقل الى استاذ حيدر. استاذ حيدر، نرجع الان الى صحه المواطن العراقي، ما مدى تاثير الدجاج المهرب الاجنبي المهرب اللي يدخل العراق بطرق غير شرعيه على صحة المواطن العراقي؟ طبعا هو ناهيك انه ده يدخل بدون فحص، لكن اللي اعرفه انه يجي من الصين ياخذ له في الشهرين ثلاثة بالباخرة، يبقى بالحدود ربما شهر او اكثر بين ما يتم توزيعه على بغداد وبقية المحافظات، يعني العملية من 4 أشهر الى 6 أشهر، دجاجة مجمدة 6 أشهر تبقى وبعدين ياكلها المواطن العراقي. طبعا المشكلة قلت لك ماكو الناس ما تشتغل. طبعا بالبداية احنا نوجه الشكر فد بادرة لم تحدث بتاريخ العراق، أقامها السيد وزير الزراعة مشكور، السيد وزير الزراعة عمل جروب. هسه احنا نرجع لها بعدين استاذ حيدر، بدي اعرف شنو تأثير الدجاج المهرب على صحة المواطن العراقي، بعدين نرجع لهاي القضايا ان شاء الله. عندنا تكلمنا اكثر من مرة انه الامارات العربية اكثر اخواننا العراقيين مطلعين، ما عندها امكانية، ما عندها الامارات العربية تقدر تصدر لنا منتجات دواجن. تجي منتجات من الصين، طبعا الصين محظوره منظمه الصحه العالميه تفشي مرض انفلونزا الدواجن فعليها حظر، ممنوع تصدر. ممنوع تصدر دواجن في الوقت الحاضر؟ طبعا صار فد 5 سنوات 7 سنوات. تمام. احنا هاي صارت 8 سنوات 7 سنوات يجينا الدجاج من الصين؟ من الصين يقومون ب يعني اعاده اوراقه، طبعا يجي من الصين، يجي مكتوب صنع في دوله الامارات. هو صيني. فيجي بالامارات يعيدون الشحن مالته، يجي على اعتبار منتج اماراتي، يتقبل المواطن العراقي منتج اماراتي درجه اولى، دوله عربيه اسلاميه واسعاره كلش غاليه، لكن بالحقيقه هو منتج مو اماراتي. لكن العتب على من؟ على وزاره الصحه، التقيس والسيطره النوعيه، هاي امانه. يعني انت المفروض من شفت هاي المعلومه المفروض فاتح الخارجيه والخارجيه تفاتح دولة الإمارات وتتأكد من الموضوع. يعني هذا يعني أنت أبو الصحة، هذا المواطن ده يأكل بحماية من؟ أبو السيطرة النوعية. إحنا ما عندنا طبعا فحص، كله يجي من برا جايب الشهادة مال الفحص مالته. أستاذ حيدر، هذا التاجر اللي يجيب هذا النوع من الدجاج يعني ضميره منعدم إلى هذا الحد؟ من أمن العقاب؟ السعوفة هو مأمن من العقاب، ماكو عقاب، لكن هو ضمير ما عنده. أخي التجار بعض التجار العراقيين نعرفوا انه من خيره التجار الوطنيين العراقيين، لكن احنا ما نتكلم من يتصرف هكذا، من عمم احنا، بس هذا الشيء هذا الحاصل الموجود، هذا الشيء
هذا المفروض انت عندك دوائر، عندك سيطره نوعيه. احنا الدوله الوحيده بالعالم ما بيها فحص، ما بيها سيطره نوعيه، وهذه كارثه. هذه الدوله المفروض هذا موضوع بعدين لا تقوم قائمه للصناعه والتجاره بالبلد والعفو والزراعه والصناعه اذا ماكو سيطره نوعيه. شوف اليوم الولايات المتحده لا تمنع اي واحد يريد يدخل اي مواد يدخلها، لكن وين المشكله؟ المشكله بالفحص. يقول لك الفحص انا ما اقدر اتلعب الفحص. لذلك هم مسوين حمايه ذاتيه للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، انه الفحص تعال انت تجيب ضمن المواصفات الامريكيه ودخل مواد. احنا مواصفاتنا العراقيه طبعا كل الصارمه وقياسيه، لكن بصراحه بعد الحرب انعدمت عندنا موضوع الفحص، موضوع الصحه. اليوم انت كل البضائع موجوده تحصلها بسهوله في اي مكان خارج الاستوديو، لكن المواد كلها مهربه، كلها مواد ما مفحوصه، ما بيها شهادات فحص. اليوم الصحه العراقيه بصراحه يعني هي كل الصارمه وشديده مع المصانع العراقيه. شوف اكو سجلات واكو زياره دوريه شهريه مول الامن الوطني، لكن هاي المنتجات ما لهم علاقه. يقول لك احنا المستورد ما لنا علاقه به، منو له علاقه؟ الحدود ما تفحص، يدخل بالتهريب، طبعا يقومون باعاده تكييس مالته، وطبعا هاي مو مصانع يسووها، يسووها بمزارع، يسووها بمكانات مخصصه، وهذا كله يتحملها المواطن العراقي. شوف الامراض المنتشره عندنا. فموضوع نرجع الموضوع مهم، وهو موضوع محاولة البعض تخريب قرارات الحماية رغم كل الظروف. دا تسعى جهات مع الأسف مع وزارة التخطيط لرفع الموضوع حماية فروج اللحم. تمام. طبعا احنا نحب نذكر ونقول احنا عندنا بالعراق تقريب 20,000 مشروع لدواجن اللحم، 20,000 مشروع. هاي المشاريع في السنة الأولى تستوعب مليون فرصة عمل، بالسنة الأولى. بالسنة الثانية ممكن نوصل إلى 1.5 مليون، يعني إحنا خلال 3 إلى 4 سنة يمكن 2 مليون أخواننا العاطلين، بدل ما راح نوفر فرص عمل كبيرة للبلد. تمام أستاذ حيدر، اسمحوا لنا أن نذهب إلى متابعة عالم الأرقام في هذه الدقائق، ونعود إلى تكملة باقي تفاصيل الحلقة. هذا البرنامج برعاية مجموعة شركات المهندس عبد الله عويز الجبوري، الأولى في تنفيذ الأبنية النمطية بالبناء الجاهز، مدارس، مجمعات سكنية، مستشفيات. هذا البرنامج برعاية مجموعة شركات المهندس عبد الله عويز الجبوري، الأولى في تنفيذ الأبنية النمطية بالبناء الجاهز، مدارس، مجمعات سكنية، مستشفيات. هذا البرنامج برعاية مجموعة شركات المهندس عبد الله عويز الجبوري، الأولى في تنفيذ الأبنية النمطية بالبناء الجاهز، مدارس، مجمعات سكنية، مستشفيات. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، عدنا ضيوفي من بغداد عضو جمعية الدواجن العراقية سيد حيدر فرج، ومن محافظة كربلاء المقدسة نائب محافظ كربلاء المقدس السيد علي الميالي. استاذ علي، كمحافظه كربلاء اداريا او صحيا، هل لديكم احصائيات صحيه تتعلق بمدى تاثير الدجاج المهرب والقادم من مناشئ محظوره من تصدير الدجاج مثل الصين؟ لديكم احصاء ما مدى تاثير هذا الدجاج المستورد على صحه المواطن الكربلائي؟ أحسنت. هناك عندنا الرقابة الصحية ومن خلال قناتكم يعني متمثلة بدكتور كرار
كل اللي يدخل عندنا مجمد وغير خاضع للسيطرة النوعية وتشك بأنه في أنه خاضع لقضية التزوير أو أنه بعض الأوراق الغير أصولية أو التخزين غير أصولي يتم إتلافه وحرقه في محرقة الرقابة الصحية اللي تشرف عليها حاليا. يعني احنا الوضع مسيطر تماما في كربلاء. لو تسأل اخواننا مربي الدواجن وبعض السلع لا يمكن دخول لكربلاء لان لكل سيطرة هناك كرفان يخص الرقابة الصحية والسيطرة النوعية اضافة الى الجريمة المنظمة، ولا يمكن ادخالها لكربلاء حاليا مسيطر على الامر. لا يوجد لكربلاء اي دخول من هذه اللي تفضلت به. تمام استاذ حيدر، يعني عندكم مشاكل ايضا تتعلق بالقضاء ايضا؟ هنالك تاخير صراحه، هناك تاخير بموضوع الاجراءات العقابيه المتخذه بحق المهربين اللي تم القاء القبض عليهم، هناك تاخير كبير. وطبعا ما نقول تسويف، لكنه احنا اجتمعنا السيد رئيس القضاء وكان داعم بشكل مو طبيعي، داعم لتشغيل القطاع الصناعي، تشغيل القطاع الزراعي، توفير فرص العمل بأمانة، وكانت قرارات سريعة وفورية. لكنه نشوف القضاء اجراءات القضاء كلش يعني بطيئة. وطبعا احنا ما نذب اللوم انه بس على الجريمة المنظمة، القضاء له دور، الصحة له دور رئيسي، السيطرة النوعية له دور رئيسي، قطعات الجيش الماسكة، السيطرات، السونار، يعني انت السونار كل شيء يكشف، عندك سونار يعني انا ما شفت ابو السونار فد يوم بلغ الجريمة المنظمة انه خلال بالاجهزة تم القاء قبض على مواد مهربة، يعني حالات نادرة تصير. انت شنو دورك ابو السونار؟ اليوم الحمد لله احنا الوضع الامني جيد، قواتنا واستخباراتنا عتا كان يعني اصبحت معلومات كبيره، المفروض دورك هذا، دورك هو امن، انت رجل امن، هذا شيء يضر الشعب، يضر المواطن، يضر الاقتصاد العراقي، وين دورك ابو السيطره؟ يعني انتم مكلمينا بالبارحه احد الاخوان خابرني الساعه 3 بالليل، من الساعه 11 في سيطره في الخالص سيطره الناي، من 11 بالليل الى الساعه 5 الصبح موقفين 30 سياره مال دجاج عدل، نص الدجاج هالك، والله ليش موقفي على مود ابتزازهم؟ وهاي رساله نوصلها للسيد وزير الداخليه. يا سيطره بالتحديد؟ سيطره النائب الخالص، وانا اتصلت مكتب السيد الوزير الساعه 2 بالوحده بالليل وبلغته، قلت له اخي هذا هيك الموضوع، واي اجراء ما صار وخلوهم للساعه 5 الصبح. احنا نريد بقيه الوزراء مثل ما جاي يسوي وزير الزراعه وياكم، اعتقد سواكم جروب خاص على الواتساب طبعا لاول مره يسويها وزير موجود حاليا في الوزاره، دا يتفاعل وياكم، دا يصدر قرارات بشكل فوري، دا يستمع لمطالبكم لاول مره. بكل صراحه نشوف وزير، وهذا مو مدحن لكن هذا الحقيقه لازم تنذكر، اول وزير نشوفه يخصص جروب خاص على الواتساب مع اصحاب المهنه مربي الدواجن، ويدخل بهذا الجروب بقيه المدراء العامين في الوزاره في وزاره الزراعه ويتفاعل بشكل إيجابي وجيد، وعلى ضوء تصدر قرارات فورية بالجروب. أعتقد أستاذ حيدر، السيد وزير الزراعة مشكور يعني أمانة، للساعة 3 بالليل هو ويانا، أي اتصال أي معلومة تعبرها للسيد الوزير خلال 4-5 دقائق يتخذ بها إجراء، وكل مدراء العامين بالوزارة ربطهم بالجروب وحقق يعني في كل يوم كان يحل 4-5 وصل إلى 15 مشكلة. البارحة عندنا 10 مشاكل السيد الوزير ده، حتى مشاكل بالسيطرات. لو هذا كل وزراء الدولة العراقية تتخذ هالإجراء، بصراحة احنا مشاكل بالبلد تنتهي خلال سنة، ما عندنا مشكلة. لأن اليوم انت تدري بيروقراطية وتقدر توصل للمدير عام والمدير عام للوكيل والوكيل الوزير، هاي يحتاج لك سنة، وبالنتيجة تبدل الوزير ونامت بالجرارات. فاليوم احنا الخطوة المباركة اللي اخطاها السيد وزير الزراعة المفروض تعمم حتى السيد رئيس وزراء، المفروض على اتصال دائم ويا المواطنين. اليوم احنا مشكلتنا بالبلد اقتصادية، اليوم شبابنا بالبصرة قاعد تقتل على مود موضوع فرص العمل، شبابنا اللي نايمة هسه بالشارع على أرصفة على فرصة العمل، واحنا ما نحتاج عندنا
عندنا قطاع دواجن نستوعب لكن مليون، لكن بحاجة إلى إلى إرادة. أستاذ حيدر، أستاذ علي في سؤال أخير، كم كلفة الخسائر التي منيت بها محافظة كربلاء المقدسة جراء دخول الدجاج المهرب إلى المحافظة؟ أحسنت. إحنا أنا سبق وأن بداية الحلقة أنا أعطيك مقدمة أنه أي مشروع لابد هناك دراسة جدوى، ولابد أن يكون حماية للمنتج، لابد أنه المقترض عندما يأخذ قروض من الدولة لابد أن ترجع للدولة وهو ينتفع. أنا اليوم عندي 75% متوقف من المشاريع و 25% منتج، لابد أن تكون هناك قوانين رادعة وقوية تحمي المنتج المحلي، لابد أن تكون هناك حساب عسير، ويجب أن ننتبه للمنتوج المحلي لا يحتمل الخطأ. اليوم كلفة الخسائر محافظة كربلاء أستاذ علي، أصحاب حقول الدواجن توقفوا عن كم تقدر؟ بلي كم تقدر كلفة الخسائر التي بنيت بها محافظة كربلاء المقدسة جراء دخول الدجاج المستورد؟ يا عزيزي أنا أعطيك في إجمالي، يعني أنا 10 ملايين سنويا إنتاجي، 10 ملايين إنتاجي، أنا اليوم 25% إنتاج محلي، يعني أنا أخسر 75% من إنتاج، والكلفة يمك اللي 10 ملايين دجاجة تنطيني سنويا محافظة كربلاء. إذا يدخل لي منتوج من الخارج وأنا غير محمي طبعا خسارتي 75%. تمام، نشكرك جزيل الشكر نائب محافظة كربلاء المقدسة السيد علي الميالي، كنت معنا عبر الأخبار الصناعي من محافظة كربلاء المقدسة. كما لا يفوتنا أن نشكر أيضا عضو جمعية الدواجن العراقية السيد حيدر فرج. مشاهد الكرام، وصلنا وياكم للختام، نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج دينار، دمتم في أمان الله.